ما اطلع حاسبهم فوق بعد اليوم. جيبي دي جيبي دي جيبي دي خلاص كفاية هو كفاية اطلع برا يا نسيم اطلع برا يا سيمو خلاص مساء الخير عليكم سي مرسي طبعا انا عارف ان انتم مبسوطين النهارده عشان اعرف ان انتم عارفين ان نجمنا النهارده هو نجم شاب صوته طبعا مكسر الدنيا هيحيي النهارده حفله من حفلات راس السنه وهو النجم الصاعد نسيم رايسي بونسوار سافا انا فرحان برشا اليوم اني موجود معكم موجود بين الجاليه العربيه بفرنسا اليوم بهذه المناسبه مناسبه راس السنه حبيت نتمنى للامه العربيه والجاليه العربيه بفرنسا عام سعيد وان شاء الله يا ربي يكون سنه سعيده على الامه العربيه ومن غير أي أحزان ومن غير أي آلام اليوم حبيت نسمي سهرة تحت عنوان همزة وصل لأنه اليوم إن شاء الله رح نسمع مع بعضنا غناء شرقي وغناء عربي لكن في مشكل صغير شوي أنه الفرقة لسه ما وصلت لأنه صار معهم مشكل على الطريق ولسه ما وصلوا سو رح نبلش أكابيلا شوي On attendant تجي الفرقة أخبي روحي فين أهرب أروح لمين دي عيونها زي القدر حكم علي السنين الناس قالوا لي انسى جربت وجرب لسا أتريها جوا في قلبي ومعايا في كل همسة الناس قالوا لي انسى جربت وجرب لسا أتريها جوا في قلبي ومعايا في كل همسة همسة معايا في كل همسة حبيت يا زماني وإيه زنبي دبن عليا وبخبي والبنت الحلوة اللي هوتها مش دارية بنار اللي في قلبي يا دنيا صبرك عليا أهم حبيبي حوالي ألاقيهم جنبي واتبسم وأنا شايل دمعة في عليا Every night in my dreams, I see you, I feel you, that it's how I know you go on. Far across the distance and spaces between us, you have come to show you go on. Near, far, wherever you are, I believe that my heart does go on. Once more, you open the door and you hear in my heart and my heart will go on and on.
ثانك يو على الاستماع. اون اتوندون يعني الفرقه توصل بريك صغير وان شاء الله نكملوا سهرتنا الحلوه مع بعض. ثانك يو. ميرسي. ثانك يو. يعني صرنا من اول الاكاديمي بنقول له لنسيم انه لازم يخفف عجقته شوي. يعني اليوم شفنا مزبوط نسيم الابو عجقه. يعني من الاول بنقول له انه الصوت لهالقد حلو ولهالقد رنين ولهالقد بلبي بده رواق اكثر من غيره لحتى التفاصيل تبعه له يزبطوا. اليوم نسيم فرجينا بالوقت اللي غنى عربي اشياء منا دقيقه بالمغنى. الافلات كان فيهم نفس مقطوع سو ما قدر يقفل مزبوط. العالي كان مسكر تمه ومشنش حنكه كله وقت اللي والطبقه كانت عاليه سو وقت كان بده يطلع باخر بارت جرب يقلبها فوادو تات وبقي بيانيسيمو ولكن ما قدر يكمش النوت وصار في فويس بريكس يعني قطش الصوت. هيدا الشيء مش مسموح بقى اليوم يعني اصلا ما شفناه قبل. يعني اول مره بنشوف هيدا الشيء من نسيم. يمكن تعبان يمكن مش مركز ولكن حتى كمان وقت غنى بالانجلي اوكي هو صار له زمان ناطر يغني بالانجلش وعباله يغني بس ما فينا نخبص بالليركس يعني بالكلام ولا باللفظ. يعني اليوم شو ما غنى شو ما كانت اللغه واصلا هو عم بغني بكتير لغات مش بس بالعربي والانجلش بده يعرف شو الكلام اللي عم بغنيه تيعرف ديجا يحس فيه ويقدر يكون عنده اداء احلى لليوم. اذا ما بنعرف شو عم نغني ما فينا نقدم مزبوط ويلفظ مزبوط. وقفلت الغنيه بالانجلش كمان ما كانت ثابته وما كانت مزبوطه قفلت الغنيه كلها سو بركي لازم نرجع نحكي شوي مع نسيم عن قصه الرواق هالجمعه يرجع يركز على صوته والمغنى تيرجع يعطينا بالبرايم نهار الجمعه يلي اصلا معودين نشوفه عن نسيم. نسيم اليوم انا تفاجأت نفسه رايح على الاخير من ورا هالنفس الرايح على الاخير ما قدر ركز ابدا ما راح اقول غير شيء. يعني انا بدي اعتبر انه ما مرق بدي اعتبرها ما زبطت لانه بتصير هيدا فن واوقات اكبر الفنانين بيمرقوا بشغله هيك بقدموا شغله ما بتزبط معهم. انا ما في شيء انتقده لانه ما زبطت معه يعني من الاول فقد يعني مش نسيم هيدا نهائيا وهو عارف حاله وهو قاعد بوجنا عارف انه هو عارف انه انا كارثة اللي عم بعمله من وجهه مبين بس هالضحكة اللي ما بتفارق وجهه بتضل لو هو بس كانوا خدوده حمر وكان عارف انه هو فلت القصة من ايده. انا ما بدي حاكمه وانا ما بدي حاكم حدا نحن عم نعطي رأينا بس ما طالع عبالي احكي شيء لانه هذا مش نسيم مش نسيم ابدا ولا اول يوم فات على الاكاديمية ما كان هيك هيك فلتت القصة منه بتصير. بصراحة كانوا توقعات كتير كبيرة لنسيم للإيفال لما شفت كيف حط البافلات وحط الكرسي والكراسي وحتى التيتر لقيت إنه همزة توصل كتير حلو الفكرة وقلت أنا خي هيئته بده يغني هالمرة كمان أجنبي وشرقي يعطينا شي حلو. المبادرة حلوة الفكرة حلوة ولكن كان في تخبيص بالتنفيذ ليوم التخبيص. يعني الواحد ما بيقدر يقول انه ما نشز وما خنق حاله وما فلته نوت. يعني ما بقدر ما احكي شوي عن الصوت لانه عن جد بمطارح حسيت انه مش نسيم هيدا مش معقول يكون نسيم. وبعدين انه حط هالكراسي بعدين لقى حاله انه الفرقه ما وصلت يعني صار هيك بده يرقع ويبرر شيء مش مفكر فيه مزبوط. انا بالنسبه لإلي هيدا الشيء ناتج عن من عن هالتصرف ناتج عن لما الواحد بيكون عنده كتير ثقة بحاله انه هو صوته كتير حلو وانه هو ما بيندقر وانه هو ولا ممكن خلص انه ما ممكن الخطر يمسه. لا يعني غلط يعني هلا اكيد نحن دائما نشوف البرايم ومنشوف الايفال ويعني ولكن مش مزبوط يعني لاخر تكه كل التلاميذ هن تحت الخطر بالأكاديمي لآخر يوم فمش مسموح الواحد يكون هالقد واثق من حاله وهالقد بيسمح لحاله ما يركز وقت اللي عم بيعمل إيفال. أنا كان شعوري كأنه نسيم بعده عم بيفكر شو بده يغني يعني كأنه ضايع مش عارف حاله شو بده يغني.
هيدا الشيء بفهمه لأنه وقتها منقول لشخص بغني وبغني منيح بدك تغني لنا من كل يلي بتعرفه من كل انت الامكانيات اللي بتحسها موجوده فيك شغله وحده تبين كل هالشيء بفوت الشخص بضياع انه شو معقول اعمل شيء يبين كل شيء انا بعرفه. الفكره هي انه انا ما بدي بين كل شيء بعرفه، يعني مش ضروري كنت غني اجنبي وعربي واتفلسف بالعرب وكل هودا تفرجينا تفرجي الاخرين انا شو بعرف. كان فيني نقي شيء كتير حلو واثق انا منه واختار الطبقه المناسبه وغني والشخص اللي قبالي رح يعرف فعلا اذا انا غنيت منيح او لا. نسيم كان ضايع، كان بده يبرهن قد هو بغني منيح وبالوقت نفسه مش عارف اذا بغني اجنبي او عربي او حتى يعني غنى اثنين بس باثنين كان مش ظابطه معه، كان مش رايك بالفكره. واللي لعب ضده اكثر هو انه اختار طبقه غير مناسبه شتتت له افكاره، صار يفكر كيف بده يكفي الغنيه بدون ما يقطشها وخلته يضيع بالمغنى. انا كان افضل بالنسبه لي يوقف يرجع يبلش الطبقه المضبوطه ويغني الغنيه احلى بشكل متماسك. لا شك نسيم صوت كتير حلو وعنده قدره بالمغنى كتير مميزه، ولكن بهالمرحله من البرنامج نحن بحاجه كتير للتركيز وللتفكير قبل ما نغني.